مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. حلقه اليوم هي عن الصوم بمناسبه شهر رمضان وانشغال العالم العربي كله بموضوع الصوم فهتكون حلقه اليوم هي عن الصوم المزيف والصوم الحقيقي. بمجرد ان يبدا شهر الصيام. حتى تمتلئ الدنيا كلها بالضجيج انه ضجيج الصائم الذي بسهوله يفقد اعصابه وبسهوله يهين غير الصائمين وبسهوله يخرج من سيارته متعصبا فيلقي على الاخرين اقدر الشتائم ثم يختم شتيمته بعباره اللهم انا صائم فشهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور ضجيجا في السنة بل أيضا أكثر الشهور طرفا وإسرافا وبزخا وسهرا وترفيها هو شهر يعتبر في كل شيء إكستريم مع أن الصوم يعني الانقطاع يعني الانقطاع عن الأكل والشرب يعني الانقطاع عن الكلام والإساءة والشتيمة والتمتع الجسدي والخطايا من المظاهر الغريبة لشهر رمضان في عالمنا العربي هو أن الشاشات الصغيرة تمتلئ بمئات البرامج الترفيهية من أجل الصائم مسلسلات خد يعني زي ما انت عايز أفلام زي ما انت عايز فوزير وبرامج أيضا لقاءات وبرامج أخرى تنحدر بالأخلاق وبالذوق العام الى ادنى مستوى برامج تبنى على النميمه وفتح الاخرين امام شاشات التلفزيون وكان كل هذه الامور هي سبق صحفي ينتظر الصائم كل هذا من اجل الصائم للترفيه من اجل الصائم الترفيه على الصائم وكان الرب غير موجود أين الرب من كل هذا أين التعبد والتأمل والإزلال والانكسار ومراجعة النفس وضبط اللسان والرقي بالأخلاق لا يوجد في الرب غير موجود في كل ما نراه من مظاهر تدين كاذب وخادع فالصائم لا يريد أن يأكل أمام أحد ولا أن يشرب أمام أحد فهو يعتبر هذا وكأنه إغراء للخطية فيطلب غير المسلمين ويجبرهم بتتبع نظام المسلمين من أجل راحة المسلم الصائم هل هذا صوما مقبولا؟ مخطئ من يظن ولو للحظه واحده ان ما يفعله يجعل الرب يرضى عليه ويغفر ذنوبه ويدخله الجنه. اليوم اريد ان اتناول موضوع الصوم من منظور الكتاب المقدس، واقارن بين الصوم المزيف والصوم الحقيقي. فمع ان الشعوب الاسلاميه تصوم وتصلي وشعوب من الدرجه الاولى متدينه. إلا أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم في الكذب والغش والخداع والفساد المالي والجنسي نحتاج أن نتوقف ولو للحظات لحظات فيها نكون صادقين مع أنفسنا وأمام إلهنا ونسأل أنفسنا سؤال مهم أين الغلط؟ فين الغلط؟ لماذا بالرغم من كل هذا التدين إلا أننا الأسوأ والأردأ والاكثر شرا والاكثر اثما ببساطه لان اي تغيير خارجي دون تغيير القلب ليس تغيير وهذا هو الفرق الذي يصنعه الرب يسوع انه يغير القلب يغير القلب فتتغير حياه وسلوكيات ودوافع الانسان الصوم المزيف والصوم الحقيقي لو حبينا ندرس موضوع الصوم بصفة عامة أنا أن الصوم قديم قدم الإنسان يعني الإنسان من أول بداياته بنجد أنه كان يمارس الصوم فالإنسان مارس الصوم من قدم الأيام فالحضارات القديمة في ما بين النهرين وكذلك حضارة الفراعنة القديمة في مصر تخبرنا بان هذه الشعوب كانت تمارس الصوم فكما ان الولائم كان في ولائم كثيره تعبر عن الغنى والنجاح والفرح كان الصوم تعبير عن الحزن والاتضاع في كل الثقافات القديمه الصوم ارتبط بالتعبير عن الحزن وانكسار النفس والاتضاع. ارتبط ايضا الصوم ارتبط ايضا الصوم في العالم الوثني القديم وبالاخص في كمان مصر الفرعونيه بكسب رضا الالهه عشان نكسب رضا الالهه نصوم فلما نصوم ترضى عننا وبالتالي ترسل المياه والفيضان وكمان تبارك الزرع وتبارك الحصاد. كويس. فالفكرة الأساسية في الشعوب القديمة وراء الصوم كانت من أجل إنه نكسب رضا الآلهة فتباركنا، نحصل على البركات التي نريد أن نحصل عليها عندما نصوم. في صوم بيتكلم عنه الكتاب المقدس صوم مزيف. وهذا الصوم المزيف هو صوم يجعل الإنسان كذاب، ويجعل الانسان مخادع ويجعل الانسان يعيش في رياء شديد جدا هو هو كل همه المنظر العام بتاعه قدام الناس كويس ومن اجل هذا هو يحاول ان يكسر ويحاول ان يظهر قدام الناس ما يخفي في داخله والصوم في العالم العربي بصفه عامه ولد جوه الناس نوع من الرياء وولد جوه الناس نوع من الكذب والخداع. في فيديو يمكن اوقات كتيره لما نتفرج عليه بيبقى مضحك لكن قد ايه هذا الفيديو بيعبر عن فعلا انه الانسان كل اللي همه هو انه اصبح المظهر الخارجي دون ان يتغير في الداخل خلونا نشوف اول فيديو ونرجع نعلق عليه نعم انا ابين لكم طريقه يمكن الانسان انه يتخلص من هالمشكله مشكله الصوم في رمضان عفوا مشكله الصوم في الحر ولا يقع في الحرام نعم اكو حلول من الحلول السفر الانسان يسافر انا اسافر في رمضان حتى لا اصوم واسافر سفر على حال ما اقيم في ذلك المكان عشرة ايام يعني اتنقل من مكان الى مكان اسافر او كل يوم اطلع 25 كيلو اكل وارجع للبيت وانا كل يوم اقطع هالمسافه زين حتى لا اصوم ما في اشكال الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من, من الصوم ما في اشكال فقهاء يصرحون به في تركيا تنشط السياحه وبشكل لافت في شهر رمضان فالكثير من العرب يقصدونها هربا تهربا ولكن بطريقة شرعية من أداء فريضة الصيام من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، تقدر تقول الجمع بين شيئين يعني اولا نحن جايين لتركيا من اجل السياحه وربما بعض الشيء ايضا انه حتى نتهرب من موضوع نتهرب من موضوع الصيام. لذيذ السياح العرب مات مات الذين مات فقط لعدم قدرتهم على الصيام مات او مات للهروب مات من الفيديو يمكن مضحك لكن هو فعلا دي حقيقة دي الحقيقة اللي بيعيشها العالم وبالأخص العالم الإسلامي إنه أصبح فعلا بيعيش في كذبة وفي رياء كبير يعني آه أريد بعض الـ الـ الإحصائيات عن السياح في في تركيا وعرفت إنه أعلى نسبة سياحة من الخليج العربي ومن العالم الاسلامي بتكون في شهر رمضان يعني اعلى نسبه من السياح العرب والخليجيين بيروحوا تركيا بتكون في شهر رمضان والهدف واضح جدا انه راحين لانه بيهربوا من الصيام وبما انه هناك نص بيقول لهم انه ممكن انت ما تصومش لما تكون على سفر فهو بياخد الـ الـ النص ده وبيطبقه بالظبط فبيسافر ويعيش كل شهر رمضان ويرجع بس على ايام الاعياد يحتفل مع الاهل والاصحاب بالاعياد. ولد هذا النوع من التدين الظاهري، هذا النوع من الصوم الزائف، ولد ناس وانشأ أجيال تعرف ازاي تضحك وازاي تغش وازاي تكذب وازاي تزور وازاي تعيش برياء ده بالظبط اللي بيحصل كويس ففي سوق مزيف أيوة في سوم مزيف وعلى فكرة السوم المزيف لا يقتصر بس على العالم الإسلامي كمان في أصوام كثيرة مزيفة في المجتمع المسيحي لأنها لا تبنى على كلمة الله كويس فلما يجي مثلا الى الاصوام المزيفه الصوم المزيف هو الصوم لاهداف رديه في ناس ممكن تصوم لاهداف رضية يبقى كل الغرض بتاعه ليس هو التعبد والاذلال والانكسار امام الرب لكن كل الهدف بتاعه انه يحقق بعض الاهداف الرديه اللي عنده والكتاب المقدس ذكر لينا بعض الاشخاص اللي صاموا لاجل اهداف رديه مثلا شيوخ يزرعيل كان في واحد اسمه نابوت اليزرعيلي كان عنده كرم كده بتاعه ورثه عن اجداده الاجداد والاجداد هو الورث بتاعه وكان في ملك شرير اسمه اخ اب وزوجته شريره اسمها ايزابل كويس فاخ اب حب انه يعني شاف انه كل ما يمتلكه هيبقى اجمل اذا خد حقل نابوت اليزرعيلي وامتلكه فحاول يقنعه طب هديلك قطعه ارض اخرى طب مش هديلك فلوس الراجل رافض لانه النموذج بيقول كده انه ما ينفعش انه يتصرف فيه فرجع البيت اخاب الملك زعلان قابلته زوجته مالك يا اخاب قال لها في واحد مطلع عيني ونفسي في حته الارض اللي عنده دي ومش عايز يدهاني قالت له بسهله قوي انت سيب الامر عليا وانا احللك ايه الموضوع راحت إزابل عملت إيه؟ راحت إزابل كتبت لشيوخ المدينة وقالت لهم أن هذا الرجل الذي يدعى نبوت اليزرعيلي ينبغي أن يحاكم ده رجل بيهين الشريعة ده رجل كسر وصايا الله ونادوا بصوم ونادوا باعتكاف وليحاكم وجابت شوية شهود زور كويس وبعتت رسائل إلى شيوخ المدينة يقول الكتاب ففعل رجال مدينته الشيوخ والاشراف الساكنون في مدينتهم كما ارسلت اليهم ايزابل كما هو مكتوب في الرسائل التي ارسلتها اليهم، فنادوا بصوم واجلسوا نبوت في راس الشعب، وكان الشعب اهل المدينه كلها يعني حزنت انه هذا الرجل اللي اصبح شرير نبوت اليزرعيلي وهو وهم لا يعلمون انه بريء كويس وحكموا على الرجل البريء بالموت. ده اسمه صوم ايه؟ صوم شرير. هم صاموا لكيما يدينوا هذا الانسان ويحكموا عليه بغرض ان يمتلكوا ارضه. وياما ناس اوقات تصوم ولا لك انا علشان يعني ربنا يضر فلان، ولا ربنا يخسر فلان، ولا الموضوع الفلاني يقف، ولا ابن فلان ده ما ينجحش في الامتحانات، انا وكأن ما يفعلونه يظنون كذبا أن الله حتى ينظر إليهم هو لا ينظر إليهم لأنه ده اسمه صوم الأشرار الحاجة الثانية أخ آب الملك بقى لما خد الأرض ديا كويس وانبسط وقالت له انزل آه انزل فين يا إزابل قال خلاص قلت له خلاص الأرض بيت بتاعتك أنا حليت المشكلة أنا حليت المشكلة ونزل بقى ايه ياخد الارض فقابلوا ايليا لما قابلوا ايليا قال له لما سمع اخاب هذا الكلام اللي هو كلام ايليا شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واتجع بالمسح ومشى بسكوت ايليا قال له انت قتلت وورثت يا اخاب وان الرب هيدينك على هذا العمل او لما سمع كلام ايليا اتضايق جدا وراح عمل ايه راح على طول شق ثيابه وجعل مسحا وكانه التقوى كلها يعني نزلت عليه بعد لما عمل عملته المصيبه او جعل مراته زوجته اللي هي ازابل الشريره يعني تفعل هذه الفعله الشريره كمان الفريسين اللي كانوا ايام الرب يسوع ورب يسوع انتقد كتير رياءهم واعتبر انه ما يفعلونه هو رياء وليس عبادة حقيقية لما الرب يسوع ضرب لنا مثل الفريسي والعشار في لوقا 18 الفريسي أول لما راح الهيكل بيت الله علشان يعبد يقول الكتاب كده أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني يعني هو بيتفاخر على ربنا وكتير من الناس بتعمل كده أنا بصوم عشان يعني هي بتعتقد أنه لما بتصوم ولما بتعمل حاجات دي هي بتكسر عين ربنا فربنا غصب عنه هيرضى هي عنهم ويغفر خطاياهم ويباركهم أو بتجعل الله مدان لهم أن ربنا بقى مدان ليا أنا عملت اللي عايزه كويس قدمت كل دون اللي هو عايزه وأكثر قدمته له وده بالظبط صيام الأشرار ال ال الإنسان الذي يفكر بمثل هذا الفكر هو شرير والله لا يسمع صيام الأشرار حتى لو صاموا نهارا وليلا طول السنة كويس. في صيام اخر الرب بيتكلم عنه من الصيام ايضا الاشرار هو الصوم لاغراض مظهريه انه انه انا عشان بس الواحد يبقى شكله حلو قدام الناس علشان يقولوا عليه انه بيصوم علشان بيقولوا عليه انه تقي علشان يقولوا عليه انه بيخاف ربنا فاعمل ايه انا زي ما الناس بتصوم هتصوم ها هعمل كده كويس والرب يسوع اتكلم عن نوع من الصيام اللي هو فيه الانسان بيتظاهر قدام الاخرين وما اكثر هذا في عالمنا العربي كتيرنا يعني يعني اصبنا بمآسي كثيره جدا من هذا تلاقيه شخص مرائي كذاب غشاش نصاب بيسرق الناس في شغله وبيعمل شغل غلط وتيجي تكلمه لك اللهم انا صايم تلاقيه شخص سوري عينه شريرة يبص على كل واحدة ماشية في الشارع ويقول لك اللهم انا صايم تلاقيه شخص يعني بيفكر في الكذب والغش والشر طول الليل ويقول لك ان هم انا صايم كويس بقي خلاص التقوى حلت عليه والقداسه حلت عليه بمجرد انه صام ويتظاهر قدام الناس بانه صايم اهم حاجه انه يتظاهر يبقى يحسسك انه صام. روح كده المصالح الحكوميه في مصر مثلا في شهر رمضان وحاول تخلص مصلحه حكوميه كويس يرتشي وما يشتغلش ويقول لك انا صايم يعني المهم انه يرتاش كويس المهم تديله اللي هو عايزه وما بيشتغلش وفي نفس الوقت يقول لك انا صايم ولو شربت ميه قدامه يحاكمك ويتعتبر ده يعني اساءه مع انه شرير جواه شرير لكن اهم حاجه هو انت صايم فلان طبعا في حد ما يصومش كويس ده الصوم لاغراض مظهريه شوف الكتاب الرب يسوع قال لنا ومتى صمتم وهنا متى صمتم بيقول لنا ان الصوم اختياري وليس اجباري الرب يسوع علمنا الرب يسوع ان الصوم ليس اجبارا وليس فرضا لكنه اختيار لان الصوم عباده وتعبير عن انكسار النفس أمام الله وعشان كده هو اختيار ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين بقى الواحد إيه يبقى عابس بقى ليه لأنه صايم يا أخي ده أنا صايم فإنهم يغيرون وجوههم خلوا بالكم من تعبيرات الرب يسوع لأنها فعلا هي دي اللي إحنا بنشوفها عابس مكشر كويس يغير وجهه كآبة بقى تترسم عليه لأن هو ماكلش حرام وما شربش فهو يغير وجهه بغرض ايه لكي يظهروا للناس أنهم صائمين هو كل هدفه إن هو لكي يظهروا للناس صائمين كويس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فدهن راسك اغسل وشك وحط كده البرفان بتاعتك ويحط اللي عنده شعر طبعا يحط الجل على على شعره وينزل مرتب ومهندم وشكله حلو وحالي ونظيف فمتى صمت فدهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما عادي كن عادي جدا مع الناس وما تحاولش انك تظهر للناس انك صائم بل لأبيك لان الصوم دوان هو علاقة شخصية بينك وبين الرب بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية طبعا كمية الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا اللي فيها يعني ضحك كثير جدا ومرائيه كثيره جدا بتظهر الى اي مدى فعلا بنعيش في العالم اليوم في مرائيه وكاننا بنضحك على ربنا. انا بس حاولت اجمع يعني كام لقطه من كام فيديو كويس؟ فالفيديو اللي جاي بيورينا ازاي انه هذا النوع من الاسلام او الصوم فعلا حول الناس إلى 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 إلى, إلى غشاشين، كذابين، مرائين بيعيشوا مش اللي جواهم بيظهروا عكس ما في دواخلهم نحو الله ونحو العباده والتعبد. خلونا نشوف الفيديو اللي جاي ونعلق عليه. خالد لا. شو بتعمل؟ والله تعبتني لا لا هذا والله هو قران يا ضوي حجي ضوي تفضل قاعد يا اخي لا موجود تفضل السلام عليكم عاملين كسان مطيب ومطفي نسوي انت طيب النهار اول يوم في رمضان الجو حر كل عام وانت بخير ايه الجو ده لكن لا جو حر خالص يا ولدي ياسر دريقنا ناشف من الصبح الناس بريقها ناشف من الصبح خالك عطشان من الساعه 7 الصبح ايوه يا عمي بس الواحد يتحمل طبعا. لانه ده شهر باقي في السنه مش كلامي غلط انا لا طبعا من الفتاوى العجيبه التي ارتبطت ببعض الماكولات الشهيره في شهر الصيام فتوى شاذه اصدرها تنظيم الشباب المجاهدين المتطرف في الصومال بتحريم اكل السمبوسه بدعوى انها تحتوي اضلاعا مسيحيه تشبه اضلاع الثالوث المقدس المسيحي وبالتالي لا يجوز اكلها حتى لو وصلت الى درجه القذف طالت فتوى للدكتور أحمد كريمة حالة من الجدل في مصر خاصة بين سكان أكتوبر والشيخ زايد، والتي قال فيها إن صيام سكان أكتوبر والشيخ زايد على توقيت أذان المغرب في القاهرة يفسد صيامهم ويجعله غير صحيح، وبنى والذي اعتبر أن تدخين السجائر في نهار رمضان لا يفطر، مبررا ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق. وكانت عميده سابقه في كليه الشريعه في مصر رفضها التام لفتاوى اجازه التقبيل في نهار رمضان حيث كان هناك شبه اجماع بان قبلة الزوجين في رمضان لا تفطر. وبفتوى ليست بعيده عن الموضوع الجنسي اختلف العلماء في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رايين فقسم منهم راى انه مثل الحقنه الشرجيه وان دخول الماء من فتحه الشرج يفطر الصائم. اما الراي الثاني فهو لا يفسد الصيام فاي حاجه هتدخل جوفي هيحصل فيها ايه تمام هيحصل هتهضم ح... أو آه. هتبقى م. جرحت ال... نعم. الموضوع ده م. فنيجي نشوف الشطاف لما الواحد بيغتسل اعزك الله بعد الحمام هل الميه دي بتفطر ولا لا لا تفطر لانها لا تدخل الى الجوف م. هذه المياه الداخلة زي حضرتك عزك الله اللي احنا بنسميه في مصر يعني ده تجميع كده بسيط لبعض الفتاوي المشهورة قوي في شهر رمضان وكذلك أيضا يمكن لقطة من, من بعض الأشياء وإن كانت بتعكس حقيقة المجتمع يعني حتى الأشياء المضحكة أو الميديا اللي بتتعمل الفيديوهات اللي بتعمل هي تعبير عن المجتمع تعبير عن ما وصل إليه المجتمع من رياء وكذب في سبيل إيه؟ يعني إيه المقابل في ده كله؟ هل 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 مجتمعاتنا بتتطور للأفضل؟ هل المجتمعات الإسلامية بالصيام بتتطور للأفضل؟ هل هل بترتقي بالإنسان أخلاقيًا وفكريًا وروحيًا؟ يكفي إن أنت بس تمشي مرور الكرام كده على البرامج التي تقدم في رمضان. برامج فعلا هي كل هدفها انها تسلي الصايم علشان ايه الوقت يجري بيه. لكن هي بتجيب الانسان للحضيض اخلاقيا وفكريا. وبيجعلوها البرامج رقم واحد في رمضان. مع انها مضيعه للوقت. مع انها بتضر الانسان من الناحيه الاخلاقيه والسلوكيه والفكريه لكن ليه لا لا احنا بس نبسط الصايم عشان نساعده على تحمل الماساه الكبيره اللي هو عايش فيها ونخليه ينسى انه صايم فنعمل ايه نشغله طب يا جماعه الصوم ده مفهوم مختلف ده مفهومه مختلف كمان في اصوام اخرى أو صوم مرفوض آخر هو صوم المفروض والتقليدي الذي ليس له سند كتابي أي صوم ملهوش سند كتابي يعتبر ملهوش أي سند روحي كتابي أقدر أمارس فيه هو صوم فرضه شخص لكن لم يفرضه الكتاب المقدس نصوم حتى لا نقطع عادة عشان إيه إحنا تعودنا نحن نصوم فلازم نصوم كويس تعودنا نصوم الوقت ده من السنه فلازم هنصومه طب فكرت يعني ايه الصيام يعني ايه فوائده يعني ايه روحيا هيفرق معاك روحيا في ايه لا 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 هو انا بس أصله قطع العاده يا ولدي آه مش خير ده ده اللي بيتقال فانا اصوم لمجرد بس انه عاده نصوم لان الاخرون الاخرين يصوموا الكل صايم فازاي انا ماصومش يبقى شكل وحش يبقى شكل فعلا وحش فاصبحنا نهتم بالمظهر بشكلنا العام لكن مش بعلاقتنا مع الرب نصوم لان الصوم جيد للرجيم اه ودي هنا يعني مربض الفرس انا بص الشهر ده لما بيجي او الصيام ده لما بيجي بخس يمكن في سبعة تمانية كيلو هو مش هدفه انك تعمل رجيم ما انت قدامك السنه كلها تقدر تعمل رجيم لكن ليس هدف الرجيم. الصيام هو رجيم وتقرا بقى كتير فوائد الصيام الجسديه الفوائد للمعده وفوائد للقولون وفوائد مش عارف ايه مع انه كميه الاكل اللي, اللي يعني اللي بتصرف عليها في العالم الاسلامي في شهر رمضان يمكن بتوازي عده شهور من السنه ويبدا الواحد ياكل من اول الفطور لحد السحور عمال يغذي في نفسه ويضغط كويس الصوم الاجباري كمان فيش حاجة تجبر علينا في علاقتك مع ربنا ما فيش إنسان يجبر عليك شيء الشيء الوحيد المجبر عليك وأن أنت تطيعه بالكامل هو وصايا الله فالمرب يقول صوم صوم لو في وصية كتابية بصوم معين صومه كويس لأنه دي ده أمر كتابي لكن غير كده لا يجبر الانسان من خلال بانسان اخر طيب اجي بقى في في معنى روحي للصيام وده اللي اتكلم عنه اشعياء النبي اشعياء النبي كلمنا الرب كلمه من خلال آآ آآ الصيام في معنى جميل جدا للصيام ايه بقى الرب قال ايه لاشعياء قال له نادي بصوت عال لا تمسك ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفه تركي كأمه عملت برا ولم تترك قضاء الهها يسالونني عن احكام البر يسرون بالتقرب الى الله يقولون لماذا صمنا ولم تنظر دللنا انفسنا ولم تلاحظ يعني الناس كانت بتصوم كويس وشعرت ان الرب لم ينظر واذللوا نفس انفسهم والرب لم يلاحظ بعدين يجي صوت الله ها انكم في يوم صومكم تجدون مسره وبكل اشغالكم تسخرون ها انكم للخصومه وللنزاع تصومون يعني يعني انت بتصوم لاغراض او لاهداف غير نقيه غير الهيه للدنيوية للنزاع وللخصومة تصومون ولتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم يعني انتم مش بتصوموا علشان الله يسمع صوتكم علشان تتزللوا أمام الله وعلشان تتعبدوا الله من كل القلب انتم لا تصومون لأجل هذا أمثل هذا يكون صوما اختاره يوم يزلل الإنسان فيه نفسه يحني الأسل رأسه ويفرش تحته مسحا هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب طبيب الصوم كويس اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر انك قيود الشر اللي مقيداك الشرير وضع عليك قيود عدو الخير قيدك ربطك بسلاسل كذب غش رياء نميمة وضع عليك كل هذه قيود الشر الطمع الحسد الغيرة كل هذه الغضب الرغبة في الانتقام كل هذه قيود شريرة وضعت عليك الصيام الحقيقي معناه أنك تكسر هذه القيود وأنك تتزلل أمام الله حتى يطهرك من كل هذه الخطايا ليس هذا صوما حل قيود الشر فك كعقد النير النير اللي وضع على رقبتك من خطايا ومن أثام ومن شرور كويس وبعدين ايه مش بس كده يقول الكتاب واطلاق المسحوقين احرار يا يعني يعني انك تشفق على الاخرين انك تتحنن على اخوك الانسان انك تتحنن على جارك تتحنن على على اهل بيتك انك انك يعني تتالم لالمهم انك تساعدهم على انهم يخرجوا من الحالة المنصحقة اللي عايشين فيها وقطع كل نير كل ربط تربط بيها الانسان اليس ان تكسر للجائع خبزك يعني انت عمال تصرف ببزخ وعمال تجيب اكل شمال ويمين ولما يجي وقت الفطار لازم السفره تبقى مليانه ولازم مش عارف ايه يبقى موجود حتى حتى لو استلفت، طب هل فكرت في جارك اللي مش قادر ياكل، هل فكرت في الطفل اللي مرمي في الشارع اللي ليس له اهل انك تهتم بيه، هل فكرت في المراه المسكينه اللي في الميدان اللي هي لا تجد لها من يعينها في ضيقها، هل فكرت في كل هؤلاء، هل كسرت خبزك للجائع؟ وبعدين يقول أليس أن تكسر خبزك الجاع وأن تدخل المساكين التهئين إلى بيتك يعني من ليس له مأوى تجعل بيتك هو مأوى إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك إذا رأيت عريانا تكسوه إحنا في العالم العربي للأسف الآية دي بالفكر الاسلامي بنعمل بيتعمل عكسها ده اذا رايت امراه مكسوه بتعريها فكرك اليس هذا صوما ده المعنى الروحي للصوم الصوم الحقيقي هو اللي ينتج عنه فك قيود الصوم الحقيقي هو اللي ينتج عنه إنسان يتحرر من كل الخطايا الصوم الحقيقي هو اللي ينتج عنه شفقة ورحمة ومحبة حتى للأعداء ده الصوم الحقيقي سم اللي يغير جوه الانسان يغير في تصرفاته ويغير في اخلاقه ويغير في افكاره ويغير في معاملاته السم الذي يجعل من الانسان قريب الى الله لكن للاسف ده احنا في عالمنا العربي الانسان بيصبح اكثر قسوه ويمكن في بعض الاوقات العمليات الارهابيه بتكثر في الع... في الشهر رمضان اكثر من اي شهر اخر في السنه. والسرقه وغيره وغيره وغيره. لازم يا جماعه فعلا انه الانسان يراجع نفسه. لانه دي مسؤوليتك ومسؤوليتي. وربنا ادانا عقل نفكر بيه. اللي انا بعمله ده بيغير فيا للافضل. ما أنا صمت 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة من حياتي. هل اتغيرت؟ هل صرت إنسان أفضل؟ هل عندي نصرة على الخطية؟ هل هل عايش في حرية من الشر ومن الخطية؟ يبقى إيه الغلط؟ يبقى إيه الغلط؟ في حاجة غلط. وهو أن هذا الصوم في نظر الله صوما مزيفا ليس له قيمة ولا معنى طيب قبل ما أكمل خلونا ناخذ مداخلة أخي زكريا من المغرب ألو سلام ونعمة أخي زكريا أهلا بك آه، وسهلا من نعمة كل المشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك أحضرت. أحضرت. عندك مداخلة عن الصوم اشكرك على البرنامج اول عبر التلفزيون شكرا ليك لانه من... برنامج اكاديمي على مستوى تدريسي في... في الجامعات اخي شكرا اخي شكرا لي الذي بي... اريد و... ان اوزي يعني رساله للمغاربه يعني يعتنقوا <applause> <applause> دين هو دين الحق والحقيقه في المحل الوطني شرطوا دين الاسلام دين غير دين الشيطان وانا كان هو في باب الشيطان الى ابيه قال ان محمد هو دين خوره أخ أخ زكريا أنا عارف أنا عارف إن أنت عابر هل هل نظرتك نظرتك كعابر اختلفت عن الصوم قبل قبل ايمانك بالمسيح وبعد ايمانك بالمسيح؟ ايوه ندرك الصوم يعني ان يصوم الانسان لله وليس للبشر وان المسيحيه الصوم يكون آه يعني يعني ان ان تكون اراده المسيح أن يصوم ذلك اليوم وليس, وليس للناس يعني ان يصوم ايوه يا yeah. صوم يعني, يعني <applause> الصوم الصوم ارتبط بصلاة فعلا في الكتاب المقدس شكرك أخي زكريا <applause> على شكرا. اتصالك ربي باركك. شكرا لك <applause> <ديك. تصفيق> شكرا. شكرا شكرا ربي باركك. طيب نيجي بقى المفهوم الكتابي عن الصوم أنا عارف أن الوقت بتاعنا جري لكن في عجالة كده خلوني آه اقدم بعض الافكار الكتابيه عن المفهوم الكتابي للصوم كلمه زوم اللي هي كلمه العبري كويس بتعني ايه بتعني الصوم هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب وسائر الاطعمه لفتره زمنيه محدده يبقى كلمه صوم تعني امتناع خدها باي معنى في كل القواميس اللغويه هتيجي بمعنى الامتناع، يقول القاموس ايضا العربي صام صوما وصياما هو مطلق الامساك اي كل من كل من كل ممسك عن طعام او كلام فهو صائم، يعني كل ممسك عن طعام. فمش هنا بيتكلم عن انك تاكل اكلات معينه وتبقى صايم لا الصيام بحسب الكتاب المقدس هو الانقطاع عن الطعام الصوم كوصيه الهيه هل الصوم في الكتاب المقدس ارتبط كوصيه الهيه نعم الصوم ذكر في الكتاب المقدس كوصيه الهيه فقط في العهد القديم وفي يوم الكفار العظيم بس هو ده اليوم الوحيد اللي الرب وضعه في الناموس كويس لشعبه انه يوم الكفارة العظيم ينبغي ينبغي إنه هذا اليوم يكون يوم إذلال وانكسار واعتراف بالخطايا وطلب مغفرة الله لأنه يوم الكفار العظيم بنقرأ كده في سفر اللويين وفي أصحاح 23 وعشرين ومن عدد 26 إلى 32 يقول الكتاب: «وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم تزللون نفوسكم وكلمة تزللون ذكرت أيضا ككلمة مرادفة للصوم في إشعياء 58 اللي احنا قريناه فكلمة تزللون يعني تصومون نفس الكلمة ذكرت كمرادفة لها كويس وتقربون وقودا للرب عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم أنه سبت عطلة لكم فتزللون يعني تصومون يعني تنكرون ذواتكم تتضعون تنكسرون كويس أمام الرب في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم يعني يوم الكفاره ده الصيام بيبدا من عند المساء من عند غروب الشمس ويصوم كل الليل لحد غروب الشمس ثاني يوم. كويسه؟ ده اليوم الكامل اللي ينبغي ان يصومه اليهود في الكتاب المقدس هو الصوم الذي ارتبط بوصيه الهيه. كلمه تذللون نفوسكم يعني تنكرون نفوسكم تتواضعون امام الرب الهكم وتمتنعون عن كل الملذات كعلامه خارجيه لانكسار القلب والتوبه عن الخطايا يبقى غرض الصوم الاساسي هو التوقف عن الممارسات اليوميه العاديه حتى يستطيع الانسان التركيز في شخص الرب ويفحص نفسه امام الرب تائبا عن خطايا ده الهدف ده الغرض الاساسي للصوم الكتابي. الصوم كمان في الكتاب المقدس ارتبط باكثر من شيء، مهم جدا ان احنا نعرف كده ان الصوم ارتبط باشياء اخرى، ارتبط الصوم بالانقطاع عن الطعام. كويس؟ ارتبط بالتذلل امام الله والانكسار قدام الرب. ارتبط ايضا بانه يكون بصوره سريه شخصيه بينك وبين الرب. بينك وبين الله. كويس كمان لا ينفصل عن التعبد لان الصوم جزء من التعبد فهو لا ينفصل عن التعبد. أصوام أخرى ذكرت في الكتاب المقدس في مناسبات كثيرة لما كان وقت حزن الإنسان بيصوم وقت التوبة الإنسان ممكن يصوم طلب وجه الرب وارشاده بيصوم حتى يرفع الرب دينونه عن شعبي كان الشعب بيصوم طلب حمايه الرب في وقت المخاطر حتى يتحنن الرب وقت الماساه الشخصيه حتى يرشد الرب الكنيسه في اختيار الخدام في اعمال الرسل اصحاح 13 بعد العوده من السبي بعد لما شعب اسرائيل سنه 586 راح الى السبي البابلي وقعد في بابل كويس فترة سبعين سنة ورجع ولما رجعوا بعد السبعين سنة في تاريخ الأمة اليهودية بنجد أن الشعب أصبح يصوم أيام معينة في السنة ما فيش نص كتابي بيها يعني ما فيش نصوص كتابية بتقول أو وصية إلهية بتقول لشعب إسرائيل صوم في اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني الوصية الإلهية التي ارتبطت بالصوم كانت فقط مرتبطة بيوم الكفارة العظيم إلا أننا زي ما بقول من خلال كتابات الأباء أو كتابات رباي اليهود ومعلم اليهود والكتابات التي أيضا كتبت بعد فترة السب ومن حتى وقت الرب يسوع بنعرف أن اليهود أحددوا أيام معينة خلال السنة لذكرى أشياء معينة مهمة تاريخية حصلت كانوا يصومون فيها ففي أربع مناسبات كان شعب اليهود بيصوم فيها الشهر العاشر كان ذكرى حصار اورشليم فكانوا بيصوموا او لما يجي وقت ذكرى الحصاد الحصار يصومون في الشهر الرابع ذكرى سقوط اورشليم يبقى حصار اورشليم كويس وسقوط اورشليم يبقى عندنا يومين في الشهر الخامس ذكرى خراب الهيكل الهيكل هو هيكل سليمان لما دمر ايضا اصبح هذا اليوم يوم حزن هذه الايام ايام حزن ايام سوده مر فيها شعب الرب فبالتالي هو بيحزن على ما قد حصل وهو يدرك جيدا ان كل ما حصل من حصار ومن خراب اورشليم ومن دمار الهيكل كان سبب الاول خطاياهم انهم بعدوا عن الرب وعبدوا الاوثان فالشعب بيتذكر هذه الايام وجعلها ايام صوم وتذلل امام الرب لكن لا توجد وصيه كتابيه بهذه الايام في الكتاب المقدس في الشهر التاسع ذكرى قتل جدليه والبقيه التي تركها نبوخذ نصر في اورشليم طبعا من خلال ايضا الكتاب المقدس نعرف زي ما قلت في مثل الفريسي والعشار نعرف انه اليهود كان عندهم عاده ايضا اخرى، كانوا المتزمتين فيهم او جماعه الفريسيين بيصوموا مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع. هذه اصوام زي ما قلت الشعب فكر فيها وكررها لكن ليست هناك نصوص او اوامر الهيه بها. طيب نيجي بقى الصوم ارتبط بايه في الكتاب المقدس؟ وده المهم جدا ان احنا نعرفه. الصوم الحقيقي ارتبط بايه؟ الصوم الحقيقي ارتبط بالتوبه والاعتراف بالخطايا. التوبه والاعتراف بالخطايا، اي صوم وتذلل قدام الله لا يشمل التوبه والانكسار امام الله ليس صوما. عشان كده بنجد انه لما صموئيل شعب اسرائيل هزم وجمعهم صموئيل النبي يقول الكتاب فاجتمعوا الى المصفاه واستقوا ماء وسكبوا امام وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطانا الى الرب يبقى الشعب لما انكسر قدام الاعداء وادرك انه انكسر بسبب خطاياهم يقول الكتاب انهم صاموا واعترفوا بخطاياهم أمام الرب يبقى الصوم مرتبط بالتوبة والاعتراف بالخطايا نحمية أيضا نحمية وهو بيصلي وهو مدرك أنه شعب إسرائيل ذهب الى السبي البابلي وأعد غريب متغرب والمدينه احرقت بالنار والهيكل اتدمر الدمر وافضل الناس اتخذوا سبايا الى الى بابل وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب وانفصل نسل اسرائيل من جميع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب ابائهم. يبقى في حاجة مهمة أهم من الأكل والشرب، الحاجة المهمة دي هي إنه الشعب شعر بالخطية وشعر أيضا بإنه أحزن الله وشعر إنه كسر وصايا الله وإن كل ما يكتاس فيه من مآسي ومآلم إنما هو دينونة الله العادلة بسبب خطاياهم، فعلشان كده أتوا متذللين أمام الله ومعترفين بخطاياهم كويس كمان يونان نعرف قصة يونان وأهل نينوى ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم أهل ننوة لما سمعوا أن الله يدين المدينة أيضا صاموا وتزللوا يؤيل كمان يقول لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيق ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح ومذقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم صوم كمان ارتبط بالحزن يكون الإنسان في موقف حزن شديد لما مات شاول ومات يوناثان ابنه أيضا الشعب يقول الكتاب إنه بكوا وصاموا بكوا وصاموا ارتبطا بالحزن ارتبط ايضا بطلب وجه الله بالاخص في وقت المخاطر وما اكثر المخاطر التي نواجهها في حياتنا ونحتاج فيها الى تاكيد حضور الله ومعيه الله في حياتنا عشان كده لما نقرا مثلا هقرا بعض الايات هنا يقول ايه فصعد جميع بنو إسرائيل في سفر القضاء وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب وسأل بنو إسرائيل الرب كانوا مكسورين ومهزومين وداخلين إلى حرب وكانوا محتاجين إلى إلى حضور الله وقيادة الله يعني كمان في استير سفر استر لما بنقرا عن انه ازاي شعب اسرائيل كان هيباد فقالت استر ان يجاوب مردخاي اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن القصر وصوموا من جهتي ولا تاكلوا ولا تشربوا ثلاثه ايام وثلاثه ليالي كان الاحتياج الى معيه الله في وسط الخطر الصوم أيضا في نقطة مهمة جدا عن الصوم ودي النقطة اللي أنا فعلا أحب أن أنا أتكلم عنها كتير وكتير وكتير الصوم هو أمر تعبدي أمر تعبدي ولأنه تعبدي فهو اختياري لا يجبر عليه إنسان وعش كده ما بنشوف النهاردة في العالم العربي وفي البلاد الأسلامية أنه أوقات في بعض الأماكن الإنسان اللي بيفطر بيعاقب وبيضرب بأقصى يعني وسيلة ممكنة أمام الجميع بيضرب ويهان أمام الجميع وعندنا فيديو بيورينا دون إزاي ده بيحصل في باكستان انه اصبح الصوم ليس اختيار الانسان لكن اجبارا على الانسان. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ونعلق عليه. <applause> شايفين مدى القسوة ده كله بيتم باسم الدين كويس انه مجرد انه هؤلاء الاشخاص لسبب او لاخر ما كانوش صايمين رمضان شباب ومش يمكن مش متدينين يمكن مش شايفين انه ده حاجه مهمه وممكن يبقوا عندهم ظروفهم سواء العيان او الغيره فبمجرد انهم تم القبض عليهم يهانوا ويضربوا ويجلدوا امام الجميع عبره ليه؟ لان الصوم اجبار مع ان الصوم اختيار انت هنا بتروع الناس بترهب الناس بترهبها في فرق بانه ان انت تبقى صايم يعني لانه ده اختيارك وفرق ان انت تبقى صايم لانك مجبر عليه لما بنجبر بيجبر الانسان على شيء بيتحول الى بيحوله الى كذب وخداع ورياء بيبقى كل فكره ازاي انا بذكائي اخرج من الموقف ده ازاي اغش فيه وده للاسف اللي موجود النهارده. هل ده صوم؟ هل ده تذلل امام الله؟ هل ده انكسار امام العلي؟ هل دون اعتراف بالخطايا؟ هل الصوم اللي, الح... اللي... اللي... انا بتكلم هنا بصفه عامه سواء ال... الاسلامي او او المسيحي، هل الصوم الذي نصومه بحسب الكتاب المقدس هو صوم اذلال وانكسار للنفس امام الله؟ هل هو جزء من التعبد الحقيقي في عبادتنا للرب هل هو فعلا يعني اعتراف بالخطايا والاثام والشرور هل بتغير هل بتغير هل بتغير للافضل هل بتغير للافضل نحميه لما سمع عن خراب اورشليم وعن ازاي اسوار اورشليم احرقت وان المدينه كلها احرقت بالنار يقول فجلست وبكيت ونحت وصمت يعني هو هو اختار انه انه يطلب وجه الله ويتذلل من اجل المدينه التي احرقت وده ده المفهوم الكتابي زي ما تقدرش تجبر انسان على الصلاه لان الصلاه علاقه شخصيه مع الله. ما ينفعش ايضا تجبر انسان على الصوم لان الصوم ايضا جزء من التعبد. ولان الصوم زي ما قلت لان الصوم هو تعبد. اوعى ننسي ننسى الجزء ده الحقيقه دي سوري الحقيقه اللي بتقول ان الصوم هو تعبد. الصوم هو تعبد. لان الصوم تعبد فهو اول حاجه اختياري كويس في وصيه بس لشعب اسرائيل في العهد القديم انه يصوم يوم الكفاره العظيم ويتذللوا قدام الرب والغرض منها هو فعلا طلب وجه الرب والاعتراف بالخطايا فهو اختياري شخصي يعني بينك وبين الرب ولانه شخصي فهو سري يبقى امر سري ما ما تخرجش تخبر الناس بيه وما تعملش يعني بروباجندا قدام كل الناس انظروا انا صائم اللهم انا صائم كويس هو سري بين الانسان والرب ولانه تعبد فهو لازم يقترن بالعباده والصلاه والاتضاع امام الرب الرب يسوع صام داود صام موسى صام تلاميذ صاموا في مناسبات الكنيسة صامت وطلبت وجه الرب لكن دي كلها كانت اختيارات شخصية اختيارات شخصية في علاقتهم مع الله وعشان كده بقول انه اهم حاجه انه علاقتك الشخصيه مع الرب. الصوم عمره ما هيوديك السما وعمره في حد ذاته ما هيغفر خطاياك. ولا هيغيرك ان لم يكن هذا الصوم هو تعبير قلبي عن اتضاع القلب وانكساره امام الله. وأنا بصلي من أجل العالم الإسلامي. في هذه الأيام اللي فيها بيصوموا عشان يرضوا الله وعشان يمنعوا غضبه عنهم. أنه الرب يسوع المسيح يفتح القلوب والأذهان. تعرف إن أنت محبوب وإنه في المسيح يسوع وحده غفران الخطايا. هكذا أحب الله العالم. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه الى ان نلتقي الرب يكون معكم